مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج ضيف اليوم، والذي نستضيف فيها فضيلة العلامة حمدان ولتاه الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين، لنتحدث معه خلال هذا الشهر الفضيل عن قيم التسامح وضرورة الوحدة بين المسلمين. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا. مرحبا وسهلا. فضيلة الشيخ، الأمة الإسلامية اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة، وحدة الصف. ما هي الدروس والدلالات المتوخاة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، فيما يخص وحدة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. أولا أريد أن أبشر الأمة الإسلامية بأن ما تتعرض له الأمة الإسلامية ليس بدعا ولا جديدا، فقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما تتعرض له الأمة اليوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصعة. قالوا: أنول من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليسلطن الله عليكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. إنما تعرض له هذا الحديث الشريف هو مظهر من مظاهر ما تتعرض له الأمة الإسلامية، حيث يوشك أن تداعى عليها الأمم، فقد تداعت فعلا عليها الأمم بحضاراتها وثقافاتها وعلمانيتها وبعدها عن منابئ الإيمان بالله تبارك وتعالى والمنهج الإسلامي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي ظهر ليس مزعجا لنا ولا مرعبا، فقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون بعد الشر خير، فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان أحسن محدث عن الفتن، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في شر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ويسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت حذيفة، ثم يقول: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرفونهم وتنكر. قلت: وما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. هكذا يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيانيا لما تتعرض له الأمة من حكم وفتن ومشاهد وأحداث وغير ذلك. فقد قال في بداية الحديث: كنا في شر وهو الجاهلية، فجعل الله بهذا الخير وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لما يسأل حذيفة: وهل بعد هذا الخير من شر؟ أي بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يأتي بعدها شر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: نعم. ويسكت حذيفة ولا يسأل، ولكن حذيفة يعلم في حديث آخر. نعم، فضيلة الشيخ، وفيما يخص يعني الأحداث التي تتالت في تاريخ الأمة الإسلامية ودور رمضان الكريم ودور هذه الأيام التي تطبعها الإيمانيات والصبر في ضرورة توحد الأمة الإسلامية. نعم، هذا ما سنتعرض له قبل أن نقدم التصور الحقيقي لطبيعة الفتن، لأن نتيجة ما يأمر به الإسلام مبني على تصور الفتنة التي تتعرض لها الأمة الإسلامية. فالأمة الإسلامية اليوم تتعرض لفتنة هي نوع الفتن التي وعد بها صلى الله عليه وسلم: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. ولكن حذيفة لا يسأل ما هذا الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبين ما هذا الشر في هذا الحديث، لكن في حديث آخر يقول محدث آخر هو الصحابي الراوي الكبير أبو هريرة: أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم مني هذه. ويشير إلى حلقومه، يريد به ما تتعرض له الأمة من فتن وردة،
وما وقع على أيام الخليفة أبي بكر الصديق، حيث ارتدت مجموعات كبيرة، لأن بعد منام رسول الله صلى الله عليه وسلم طرحت إشكالية دستورية: ما هو الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد انقطع الوحي، كانوا يحكمون بالوحي، انقطع الوحي، فهل ننزل إلى الطابع البشري؟ وأي طابع بشري؟ وما هي علاقتنا بما كان موجودا عندنا؟ تظهر لافتات في هذا الجو الرهيب في سقيفة بني ساعدة، أو إن شئت لجنة الانتخابات في عهد الصحابة رضي الله عليهم، لنسمي الأشياء بالأمور التي يفهمها الناس. تظهر لافتة: كان عهد بيننا مع هذا الرجل وقد ذهب وانقطع العهد. الردة: حيث منعوا الزكاة لأنهم رأوا أنه كان عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وقع لأهل اليمامة وحذيفة بن سلمة الكذاب وغيرهم من الفتانين الذين جعلوه عهدا محدودا في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تظهر لافتة أخرى هي أشر من هذه، وهي لافتة يومئ بها يهودي مندس بصفوف المسلمين، عبد الله بن السبأ، حيث يقول: كان هذا الأمر في هذا البيت فيجب أن يبقى في هذا البيت، وهي كلمة خير أريد بها شر. ومن هذه العبارة انطلقت الشيعة المتطرفة التي رأت أن الحق لأهل البيت فقط في الحكم، وأنه يجب أن يبقى لهم عبر التاريخ، لكنها كلمة خير نريد بها شر. تظهر لافتة أخرى هي شر من السابقتين، وهي لافتة رفعها مجموعة الأوس والخزرج سكان المدينة المنورة مقابل المهاجرين: منا أمير ومنكم أمير، تقاسم السلطة. لكن الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقوم بتحليل دقيق لواقع الأمة العربية والإسلامية، حيث يقوم بما يعرف بتحديد مركز القوة الشعبية. إنه يقول: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي المضر، آويتم ونصرتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وكأنه يقول: إن العرب هم القوة الحاكمة، ولم يقل المسلمين في ذلك الوقت. انتبهوا معي إلى أنه لم يستعمل كلمة المسلمين، وإنما استعمل القوة العرقية: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي المضر. فهذه الرسالة قامت عربية في قوة عربية تحميها قوة عربية، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. فقد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قوة من قومه، حيث واجه قريشا، فكانت المعارك قضاء على مركزية الشرك الكبرى يوم تحطت الرؤوس الكبيرة في بدر، وحيث انتصر المسلمون في نهاية المطاف انتصارا إسلاميا لكنه في جو عربي. يوم دخول مكة، يوم الفتح الأكبر، يوم العفو، يوم آويتم، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عندما قالوا: ما أنت فاعل بنا؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: أنتم الطلقاء، تحرير وسراء الحرب. إذن هذا المعطف يقدم لنا درسا هو الآخر مهم جدا: ما هي الدروس إذن التي يقدمها الإسلام لتكوين اللحمة الإسلامية؟ سنأتي إلى هذه الدروس فضيلة الشيخ، لكن في ظل هذه الظروف الحالية للعالم الإسلامي، كيف يمكن أن تتوحد هذه الشعوب وهي مختلفة الأعراق، مختلفة اللغات، مختلفة البلدان؟ الآن صار تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، كيف يمكن أن نستعيد هذه اللحمة العامة؟ إن المسلمين عندما وصلوا إلى عزة الإسلام يوم الفتح انمحت القومية الضيقة، انمحت النظرة الإقصائية، رفعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا رب إلا الله، ولا معبود إلا الله، ولا مرجع إلا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا انمحت النظرة الضيقة الإقصائية القائمة على العرق أو اللون أو الجهة أو اللغة أو غير ذلك من المفاهيم الضيقة المقصية. فالإسلام دين احتوائي وليس دينا إقصائيا، حيث فتحت الروم، فتحت فارس، فتحت الحبشة، فتحت إفريقيا، تمت الفتوحات الإسلامية
والأمة الإسلامية أمة واحدة، قائد واحد، جيش واحد، شعار واحد، أذان واحد على المنابر، شعارات موحدة. وإذا كان الإسلام قد جاء بالعقيدة فإنه أضاف إلى هذه العقيدة ما يمكن أن نسميه رموز العقيدة. ما هي رموز العقيدة؟ الصلاة. فالصلاة رمز للعقيدة، حيث نرى أن كل واحد من الأمة الإسلامية مهما كان جنسه، عرقه، لونه، يصلي ويؤمن بالصلاة. الرمز الثاني الزكاة، رمز اقتصادي يؤخذ من أغنيائهم ويدفع إلى فقرائهم. الرمز الثالث رمز الانعطاف النفسي والتكوين النفسي الداخلي عن طريق الصوم. وعنه يقول تبارك وتعالى مبينا حكمته وحكمه وتاريخه: كتب عليكم الصيام. ثم يقول: كما كتب على الذين من قبلكم. فليس الصوم فريضة جديدة على الأمة الإسلامية، ولكنه كان فريضة على كل الأمم. لماذا؟ ما هو الهدف من الصوم؟ لعلكم تتقون. فمدرسة رمضان مدرسة التكوين على التقوية. ما هو التقوى؟ هو الامتثال والاجتناب، هو التمكن من العواطف النفسية والنجاحات الناجحة إلى المادية الجنسية أو المأكولية أو الشرابية، ليظل الإنسان في تدريب يومي يكبح فيه نفسه عن كل هذه الشهوات حتى يكون فعلا مكونا على جمح النفس عن شهواتها. ذلك هو الصوم، وذلك هو الرمز الإسلامي الذي جاء به الإسلام. ثم يأتي الإسلام بالرمز الأكبر، حيث ينعقد أكبر مؤتمر على مستوى العالم يجتمع فيه كل الناس من كل جهة، من كل العروق، من كل اللغات، الحج. وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تلك هي رموز العقيدة الكبرى، سموها إن شئتم أركان الإسلام أو رموز الإسلام، فهي مظاهر هذا الإسلام. وللصوم مكانة كبرى، لأن في الصلاة نجد الصلاة، لأن في الصوم نجد الصلاة. هذا نجد إحراما، نية تبدأ في الكف عن الشهوات، نية، والنية هي العبادة الكبرى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هو قصد القربة، قصد الكف عن المعصية، قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نجد إذن الصلاة في الصوم، نجد فيه الزكاة، حيث نجد أن المسلم يجوع. أقول يقوم الإسلام بتجويع اختياري ليحس المسلم بحالة الفقير وفقره، فالأغنياء يصعب عليهم أن يتصبروا حالة الفقر، لكنهم عندما يصومون يتذكرون، يلتفتون إلى الثلاجات وقد ملئت بكل الشهوات والزوجات من حولهم، لكن الكابحة الإسلامية يحول بينهم مع ذلك. وبذلك يتم تجويع ليشعر الغني بحاجة الفقير وحاجته إلى العون، فهناك يجود. فضيلة الشيخ، فقط لدواعي الوقت نأخذ فاصل قصير ثم نكمل الحديث. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نستضيف فيه العلامة حمد ملتاه، الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين. أهلا بكم في الجزء الثاني فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كنا تحدثنا في الجزء الأول عن دلالات الإيمانية للتوحد والصبر إلى غير ذلك، وتحمل المسلم للآخر سواء كان مسلما أو غير مسلم، من حيث اتساع الصدر ومن حيث طلاقة الوجه والسماح. هنا فقط الأمة الإسلامية اليوم تتربصها أخطار كثيرة، لكن هي أيضا ربما بفعل بعض أعضائها تساعد في هذه النتيجة التي وصلت إليها. هل شارك فعلا المسلمون اليوم في إذكاء النعرات والفتن بينهم في نيل العدو لما يريد من هذه الأمة؟ اسمح لي أني أقول لك عن ما أصيب المسلمون إلا من خلال المسلمين.
فكل المصائب التي تصل إلى المسلمين إنما تصل إليهم عن طريق الدخلاء، عن طريق المنافقين. المجموعة الثالثة التي عبر عنها الإسلام باسم المنافقين، الذين يقولون إنهم نحن مؤمنون مثلكم، نؤمن بما تؤمنون به، نصلي معكم، نصوم معكم، نحج معكم، لكنهم في النهاية منافقون. المنافقون المندسون بين المسلمين هم أصل كل الفتن الكبرى، فلو لم توجد هذه الطائفة لظل المسلمون بخير، لكن وجود هذه الطائفة هو الذي مكن العدو من الوصول إلينا. كيف يصل المنافقون إلينا؟ المنافق عادة يكون معك، أخيك، أبوك، أمك، بنتك، تلميذك إلى غير ذلك، هو شريك في الحياة، تاجر، جندي، يشارك في كل الأمور، يتظاهر بأنه مسلم، لكنه في النهاية يدس الكفر ويخدم الكفر، البطانة الخفية. والذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنهم قوم يظاهرون بالإسلام لكنهم أبعد الناس عن الإسلام. ومن هنا فإنه علينا أن نكون لنا حذر من هذا النوع من الناس، فعلينا أن لا نثق إلا بمن وثقنا من دينه، من إيمانه، من عقيدته، ومظهر ذلك أداء الصلاة والكف عن المحرمات وامتثال أوامر الله تبارك وتعالى والخضوع والخنوع للأوامر الإلهية وعدم الاعتراض على الأوامر الربانية. فكم هم الذين يعترضون اليوم على فريضة الحج، وكم هم الذين يعترضون على حكم الطلاق والنكاح، وكم هم الذين يتعرضون ويعترضون على تقسيم المال داخل الأسرة. إن كل هذه المفاهيم هي المفاهيم التي تسرب منها العدو، تسرب منها بعقل ذكي فوصل إلينا ليضربنا من خلف. ولو لم يكن المنافقون موجودون لما كان ما كان المسلمين في الصدر الأول. والمنافقون كانوا موجودين على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مات الرجل ونودي بالصلاة عليه يسأل: هل ذهب حذيفة إليه؟ فإن قيل ذهب حذيفة ذهب وصلى، فإن لم يذهب حذيفة لم يذهب. لماذا؟ لأن حذيفة كان يحفظ اللائحة الخفية، وهذه اللائحة لم تكن معلنة، لأن من حكمة الإسلام أن لا يعلن لوائح المنافقين، أن لا يشهر بهم بأن يتركهم. لكن ما هي ميزتهم؟ القرآن الكريم بيّن هذه الميزات: الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تراهم دائما يتتبعون الشبه، الشبه اللغوية، الشبه العقدية، الشبه الاجتماعية، الشبه الاقتصادية، اعتراضات على مفاهيم الإسلام وعلى توزيع الإسلام وعدالة الإسلام. لماذا؟ لماذا هم أصحاب لماذا؟ ويتسموهم اللماذجين. الميزة الثانية التفرقة، فهم دائما طائفة شاذة لا يسيرون مع الجماعة الإسلامية. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال: إن كان كذلك قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهنا فإن البقاء مع جماعة المسلمين هو سفينة النجاة، والبقاء مع خليفة المسلمين هو سفينة النجاة. ولو كان هذا الخليفة عاصيا أو مجرما ما يهمنا، هو خير من غيره، لأن الإسلام دين. لكن فضيلة الشيخ، هنا عندما تحدثنا عن طائفة المنافقين والذين يحاولون تفرقة المسلمين عن طريق إقناعهم بأنهم مسلمون مثلهم وفي النهاية يعملون ضدهم، لكن أيضا في جانب آخر هناك أيضا ظاهرة جديدة حلت بالعالم الإسلامي، وهي التطرف، وآخرون يسفكون دماء المسلمين باسم الدين مثلا. أو معك الحق، اسمح لي أن نقول لك أن الإسلام
دينه وسط، دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. نعطي مثال بسيط، فرض الإسلام الصلاة 4 ركعات الظهر، فهل يقبل الإسلام أن تضاف ركعة خامسة؟ لماذا لا يقبل؟ أليس عملا خيرا؟ لماذا لا نقول إن الركعة الخامسة عمل خير والعمل الخير يجب أن يقبل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. ما هو وجه العلاقة بين خيرية الأمة وتأخير جرعة من الماء وتقديم جرعة من الماء في رمضان؟ معناه هو البقاء في الالتزام بالأوامر الربانية من غير زيادة تريدها النفس، لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة غلو ونزعة تقصير، وبأيهما ظفر قنع. فالشيطان عندما تصلي أو تعدى 100 من الذكر يقول لك: زين، زيد هذا، زيد ركعة رابعة، زيد 100 أخرى، زيد 100 أخرى، حتى يفتنك. فإن لم تتزن لجأ إلى الكسل والعجز، فقال: لقد تعبت الليلة من العبادة فاستراح هذه الليلة. نزغة غلو زيادة أو نزعة تقصير. ولا أعرف هل جربتم مصباحا فاسد المفتاح، إذا قدمته انطفأ وإذا أخرته انطفأ وإذا أنت توسطت به أضاء. ذلك هو مثال الالتزام الإسلامي. طيب، البقاء مع الوسطية الإسلامية من غير زيادة ولا نقص هي الإسلام. وأذكر بنماذج ظهرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التطرف، حتى لا يكون التطرف أمرا شديدا على الأمة الإسلامية. فقد جاء 3 نفر إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فسألوها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم استقلوها ورأوها قليلا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل كله. وقال الآخر: أنا لا أتزوج. وفجأة يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول يكاشف لأنه فوق الكشف، فالنبوة فوق الولاية، بل يطلعه الله، فيقول: ألستم النفر 3 الذين قلتم؟ ثم يقص من قالوا، ثم يقول: والله إني لأتقاكم لله، وإني لأصوم وأفطر وأصلي وأنام وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الإسلام دين الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الوسطية هي التي جاء بها الإسلام. وهذه الوسطية غريبة جدا عندما نحللها. فالخطاب الإسلامي خطاب رباني مبني على الطبيعة البشرية. قريش عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الرسالة، ما هو الاقتراح الذي قدمه؟ قالوا: لولا أنزل عليه ملك، جيب لنا ملك، لا نريد رسولا مثلنا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لا نريد ملك. ما هو الجواب الإلهي؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فحتى تتمكن الأمة وتقتنع ويمكن أن يكون بدورها الامتثال، جاءت رسالة على يد رجل منا يأكل الطعام ويمشي بالأسواق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فضيلة الشيخ، فقط نتجاوز إلى محور آخر، وهو حقوق المسلم على أخوه المسلم، وما هو محرم من المسلم على المسلم الآخر كالدم والمال وغيره. لقد بيّن محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من رسالته في حجة الوداع ذلك الإعلان الذي يمكن أن نسميه حقا حقوق الإنسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم مقدمة زمنية ومكانية تؤرخ للحادث وللمكان: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وكانت الأجوبة معروفة، فالبلد هو عرفة، والشهر شهر الحرام، واليوم يوم عرفة. لكنهم سكتوا على عادتهم خشية أن يسميه بغير اسمه. ثم يؤلن
إلا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على أهل بلغت. ثم يقوم بعمليات تطبيقية، وإن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأ به دم ابن عمي هذا، وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا نضعه هو ربا عمي العباس، حتى يكون التطبيق قريبا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسرته، وكان ذلك هو شأنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرى أن الإسلام أعلن من يوم الحديبية إعلان حقوق الإنسان الحقيقي، خلافا لما تدعيه الأمة الغربية من أن لديها حقوق إنسان. فأي إنسان عندهم كلمة يتلاعب بها، فإن كانوا راضين قالوا أنتم على الحقيقة، وإن كانوا غير راضين قالوا أنتم مخالفين لحقوق الإنسان. سيف له وجهان، كلمة لها لونان، يتلاعبون بها. حقوق الإنسان عند الغرب أين هي؟ في أرض فلسطين. أين هي في بلاد المسلمين العرب؟ أين هي في بلاد أذربيجان السوفيتية المسلمة؟ أين هي في بلاد جميع القارات الإفريقية المسلمة؟ يتلاعبون بهذه المتلاعب. فضيلة الشيخ، في نهاية هذا اللقاء، هل من كلمات توجيهية توجهونها للأمة الإسلامية في ضرورة استغلال هذا الشهر الفضيل، وفي ضرورة أيضا استغلال يعني الوحدة الإسلامية وضرورة التوحد سواء في هذا الشهر وفي باقي أيام السنة؟ إن آخر كلمة أريد أن أوصي بها إخواني المسلمين هي أن يتخذوا من هذا الشهر نموذجا في التصالح مع الذات، مع أنفسهم، مع دينهم، مع عقيدتهم، التصالح فيما بينهم، أن يرحموا ضعفاءهم وفقراءهم، أن يرحموا الصغير الكبير، وأن يوقر الكبير يوقر الصغير الكبير، أن يكون هذا التراحم متبادلا فيما بيننا، أن نحفظ حقوق الأجانب الذين توفروا على فيزا دخول، فهي ذمة وهو عهد، فقد دخلوا تحت خيمة الإسلام، فلا نقتل من دخل تحت خيمة الإسلام، فإن مظلة الإسلام تحمي دمه وماله وعرضه كما تحمي دماء المسلمين وأعراضهم. هذا ما أود. وكذلك فإن لي نصيحة أخرى، هي أن يحاسبوا أنفسهم بإجابة على السؤال التالي: كم هو بعدنا اليوم عن الإسلام؟ ما هو الإسلام في الصلاة؟ هل نصلي كلنا؟ في الصوم هل نصوم؟ هل نحج؟ هل نزكي؟ هل نجتنب المحرمات البدنية المالية؟ هل نجتنب حقوق الإخاء؟ هل نحترم حقوق الدولة؟ وللدولة حقوق وعليها واجبات. أين هي هذه الحرمات؟ أن نحقق وأن نحلل كم هي مسافة بعدنا من الإسلام، ثم أن نستلم خطة للرجوع إلى الإسلام صحيحة في هذا المشهد الكبير رمضان. إذن شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة حمد مولتاه، الأمين العام لرابطة العلماء الموريتانيين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.